طيب خلينا نروح مع حضرتك لنقطة تانية مهمة جدا، وهي سياحة اليخوت. سياحة اليخوت من أهم أنواع السياحة، ويمكن يطلق عليها دايما سياحة الأغنياء. عايزة أعرف من حضرتك لأي مدى مدينة العلمين الجديدة مؤهلة لهذا النوع من أنواع السياحة، وإيه العوامل المفروض تكون متوفرة أصلا لهذا النوع من السياحة، لهذا تمام. النوع من أنواع السياحة؟ سياحة اليهود، احنا طبعا مدينة العلمين موقعها مميز جدا على ساحل البحر المتوسط. في طبعا مارينا العلمين يمين، وفي عندنا مراسي حاليا المفتتحة قريبا يسارا، بالإضافة لمارينا اللي سيتم إنشائها قريبا إن شاء الله 4 عامين. سياحة اليهود يمكن سيادة الرئيس في خلال الشهر تقريبا أثناء افتتاح محطة تحيا مصر، عقب على الفريق كامل الوزير لما كان بيتكلم عن مشروعات التنموية في المواني، واتكلم عن تصديق المراكب. المركب اللي كانت اليخت اللي كان بيجي يدخل الميناء كان زمان مثلا ممكن يقعد له بتاع 20 يوم عشان ياخد تصديق او تصريح الدخول. الكلام ده ما ينفعش. سياحه اليخوت احنا بنتكلم مع فئه مستهدفه، فئه عاليه. السائح اللي بيبقى معاه مركب او معاه يخت دوت مش سائح تقليدي بيتعامل مع، محتاج فئه مع دول كتير جدا الدخول فيها سهل وبسيط، فلازم نكون بالظبط زي هذه الدول. تمام بالظبط. ما هو سياده الرئيس لما اقول لحضرتك ان انا عايز التصريح بتاعه يخلص في 30 دقيقه، هو حاليا طبقا لوزاره النقل البحري تقريبا الموضوع ممكن ياخد 4 ساعات. السائح بيدخل على منصه الكترونيه، بيدخل جميع البيانات، ممكن خلال المنصه الالكترونيه دي يحدد وجهته السياحيه الثانيه، ممكن يحدد الخطط، البرنامج السياحي بتاعه، يحجز اللي هو عايزه. كل الكلام ده بيضفي طبعا اضافه قويه. طب تخيل بقى ان احنا عندنا مارينا بقرب مدينه العلمين، ده يعني مش هيشجعه بس، لا ده هو كمان يعني ممكن يقضي ايام اكتر في السياحه. السائح بطبيعته عايز يعرف، عايز يشوف، عايز يستطعم طبيعه الاكل المصري، طبيعه المتنزهات المصريه، بالاضافه طبعا المهرجان قوي زي كده، ده بيشجع اكتر ان السائح يقدم علينا. فسياحه اليخوت تعتبر طبعا بالاضافه لشبكه الطرق اللي بتسهل الانتقال ما بين المارينا وما بين المدن الاخرى، كل الكلام ده بيشجع الاستثمار في سياحة اليخوت. عظيم. المنطقة فيها 30,000 يخت، وده رقم مش قليل. جميل. يعني لو اتكلمنا ان 30,000 شخص موجودين عندهم يخوت بيجوا مصر، اعتقد ان الموضوع ممكن يتغير تماما. يعني تماما. يعني بيحتاج ايه بقى السائح اللي جاي باليخت؟ ممكن يحتاج ايه تاني عشان بص، هو حضرتك الخلاصة السائح مش محتاج اي تعقيد. السائح جاي ايه اللي يستقطبه؟ ان يلاقي كل حاجة بالنسبة له سهلة، يلاقي الإقامة سهلة، يلاقي هو ممكن ما يبقاش جاي يقيم، هو ممكن يدخل عندك عشان يزود وقود، ياخد مؤن غذائيه، كل الكلام ده بالنسبه له سهل. ده صحيح. بيشجعه اكتر ان هو يبقى خلاص انا هنا قريب من مكان من النت عالمين، قريب كده. محتاجين مثلا خدمات صيانه هذه اليخوت. بالظبط كده. ده بالعكس ده مصدر دخل كمان اضافي وعماله. سؤال حضرتك، ايه هل الخدمات دي متوفره بالفعل، موجوده بالفعل، ولا لسه جاي العمل عليها؟ لا حاليا المراسي، يعني لو احنا بنتكلم على مراسي ونادي اليخوت، مبني على اعلى مستوى. جميع الخدمات اللي ممكن تخطر على بال السائح متوفره فعلا. يعني حضرتك السائح مجرد ما هو خلاص حجز ودخل واخد التصريح بتاع الدخول، بيلاقي جميع الخدمات اللي ممكن يحتاجها، سواء لليخت، سواء لافراد الطاقم اللي بيعمل على اليخت، سواء ليه هو شخصيا، متوفره في الميناء اليخوت. طيب خلينا نروح لموضوع تاني بقى، في تخصصك بقى، حضرتك في الجامعه اليابانيه، عايز اعرف الدراسه عامله ازاي والوافدين، لانه برضو في سياحه تعليميه. طيب خليني ابشر حضرتك كده، احنا في 1 يونيو السابق، لو احنا بنتكلم بقى عن الاستدامه وبنتكلم عن المعايير نفسها بتاعه المعايير البيئيه، احنا كالجامعه المصريه اليابانيه كانت من التوب 10، من اول 10 جامعات في مصر في تقييم تايمز للتعليم العالي. ده بيصدر كل سنة، بيقيم ايه الجامعات بتبص للتنمية المستدامة ازاي. عايز اقول لحضرتك احنا في الجول رقم 6 اللي بيتكلم عن كلين ووتر، في الجول رقم 7 اللي بيتكلم عن كلين انرجي، الجول رقم 11 اللي بيتكلم على السستينبل سيتي، يعني المدن المستدامة والمية والطاقة، احنا اخدين فيهم مراكز عالية جدا من ضمن التوب 10 في الجامعات المصرية. وعايز اقول لحضرتك اللي بيقوم على التدريس هناك بينقلوا الخبرات البحثيه. التصنيف ده هيفرق كتير قوي طبعا، التصنيف طبعاً اللي احنا بناخده، المرتبه العاليه اللي ده مؤشر بيقيس. بالظبط كده، مؤشر بيقيس البحث، مؤشر بيقيس التعليم نفسه. ما هو المؤشر ده هو عباره عن احنا بنملى اسئله، الاسئله دي بتدور حوالين الطالب، حوالين الامكانيات اللي بتوفرها الجامعه، حوالين النشر الوعي، حوالين نشر البحث نفسه، نشر ابحاث دلوقتي وربط المخرجات البحثيه
باهداف التنميه المستدامه، ده مؤشر قوي ان فعلا الجامعه دي او المكان ده ليه نظره بعديه. طب يا فندم، نسب الاقبال عشان اقرب برضو الصوره للساده المشاهدين، نسب الاقبال على الجامعه قد ايه؟ هل اختلفت او بتفرق من سنه لسنه ولا لسه ما وصلناش حتى يمكن للرؤيه او توقعاتنا بالنسبه لهذه الجامعه؟ لا احنا الحمد لله رب العالمين، ويعني بفضل طبعا ربنا وبعد كده الاداره المتميزه عندنا، الاعداد يعني عايز اقول لحضرتك بتتضاعف لدرجه ان احنا فعلا يعني قربنا نوصل للفول كاباستي في الجامعه بتاعتنا، بالاضافه كمان ان احنا حاليا بنطور في لائحه برنامج جديد ليه علاقه بالطاقه المتجدده، وكذلك بنعدل في لائحه برنامج الهندسه البيئيه عشان نفضل مواكبين التطور التكنولوجي والتطور البيئي. كل الخبرات وكل المشاكل البيئيه دي وكل اساليب الحلول الحديثه بنهج الاستدامه بيتم نقلها بطريقه مباشره او غير مباشره للطلاب، ده بيساعدهم ان هم بيبقى في اقبال. يعني هو الطالب خلاص بقى عارف ان الجامعه المصريه مثلا فيها توجه ناحيه البيئه، فيها توجه ناحيه الطاقه المتجدده، وده اللي سوق العمل محتاجه الفتره الاخيره.